ولكن انا بقول ان اللي حصل في الدوره دي شهاده للحق والتاريخ، سواء على مستوى الاداء الطفرات الانشائيه، سواء على مستوى الانشاءات اللي موجوده، سواء على النجاحات اللي موجوده والاداري طبعا والاداري والفني وكل الالعاب وكل القدم والشركه والكلام ده، طبعا يتحسب جدا لمجلس الاداره ويتحسب للكابتن محمود ومجلس ادارته وحيوا عليهم، وامانه حملوها بمنتهى الامانه ومنتهى الاخلاص ومنتهى التفاني في العمل. والناس اللي كنت بتسال الناس قلقانه بالتذبذب في المستوى، قلت له ان شاء الله الانسان في تحديات كبيره يعني في التحديات يعني ان شاء الله انا يعني مستبشر خير ان البطوله دي ان شاء الله تبقى ختمه الله جميله جدا لهذا المجلس. رغم الايه المنافسه عندنا في النادي ولا طبعا قعدوا بقى 30 سنه قعدوا جماعه قويه طيب ما بتفكرش في انتخابات النادي الاهلي يعني؟ لا مش بلعب في اتحاد الكوره. جدي الله يرحمه كان لك كلمه جدا، من بوريك له في شيء فليلزمه، ده سيدي عطاء الله. انت ربنا يبارك لك في حاجه. لا وحضرتك عندك خبرات هايله في مجال اداره المنظومه نفسها والسيره الذاتيه الحقيقه كلها متراكمه في اتحاد الكره. فلنتدي في المكان اللي تقدر بالظبط. هي حضرتك العمل العام حساس جدا وشفاف، وحضرتك مش هيديلك ثماره الا ما تديله كل وقتك، عشان بس حضرتك تبقى عارف ليه ده بينجح في العمل العام وده بيخسر. في ناس بتاخدها عشان تايتل، عشان السفر وعشان روزيتا ويبقى فيرست كلاس ويفضل سياده النائب، اتفضل يا سياده الرئيس، ده حضرتك ما بيسيبش بصمه. صحيح. انا من غير من غير ما اعرف داخليات اعضاء مجلس اداره وكابتن خطيب، البيت كابتن خطيب ما بيشوفوش، لو بيتمنوا اليوم اللي هو يقعد فيه في بيته. انا 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 كنت قريب من محمود طاهر في الاربع سنين، يعني كان همهم كله ان هو ما يكملش، انه مش شايفين علامه النجاح ان هو بيدي لهذا المنظوم وقته افضل من بيته كمان، وايه اللي ما بينجحش. فالعمل العام ده كده حضرتك ما اشتغلتش باخلاص فيه، فهتاخد عايز تاخد المنظر والكلام ده في الاخر هتنكشف. انت حضرتك يعني عضو في النادي وعارف انه النادي الاهلي ما زال محافظ على تقاليده وعلى طقوسه. رئيس النادي ما عندوش كرسي يقعد عليه يعني هي غرفه مجلس اداره يدخلها وقت الانتخابات يمشي. لا والوقت بعدين قاعد في الجنينه وسط الناس الوقت. يعني انا بتكلم على الوقت. يعني شهادتي مجروحه لكن تقدر تقول انه تفاني. يعني كل الوقت مخصص ل عايز اقول بمنتهى الامانه كمان وشهاده حق لكل الناس اللي اشتغلت في الاداره في النادي الاهلي بصراحه، حتى في الاختلاف. يعني تعالى حضرتك النهارده قول لي وده وارد يعني قول لي الباشمهندس مطلب طلع قال ايه، حتى في وقت الافواج او كل عمل فيه افواج. لا الكيان له احترام ولهيبته واحساس بالمسؤوليه واحساس بالحب صحيح والاخلاص صحيح لهذا المكان. صحيح. انت مش مخلص لاشخاص. انا لا ازيع سرا يعني يا باشمهندس محمود، انه لما بنكون في اجتماع ولا بتكلم الكابتن محمود الخطيب دايما ينسب الفضل لاهله، يعني دايما يقول احنا رؤساء انديه بنيجي نكمل بعض، اعضاء بنيجي نكمل بعض. انا ببني على المهندس محمود طاهر عمله، والمهندس محمود بنى على التاريخ الطويل والعريض للكابتن حسن حمدي والان كابتن وهكذا يعني وهكذا. ويحب يدي لكل واحد حقه، مفيش فكره يعني عاش الملك متى الملك. بالظبط. ده اللي بيحافظ على الكيان. القيد والقيد، وبعدين ده في الاخر ده دين. يعني حضرتك انت النهارده اذا انا بدات ان انا اضيع حق ده، يعني من يعمل سوءا يجزى به. انت حضرتك هتلاقي نفسك هيجي وقت اللي انت عملته هيتعمل فيك يعني. فهي الموضوع عايز اخلاص، وهي فعلا في الاخر ناس ملتزمه وناس حابه الكيان، وعشان كده كان يزداد. طيب.